هيمشي علشان ما لقاش دعم وطلباته كبيرة على النادي الأهلي، شايف إن دي آخر أيام وعاوز يتقدر مادياً وشكله هيتجه للخليج. مدحت شلبي بيكشف كواليس رحيل محمد الشناوي عن النادي الأهلي. تعالوا نشوف الحكاية. هيمشي من النادي الأهلي علشان مش شايف حد بيقدره في النادي. تصريحات صادمة من الإعلامي مدحت شلبي عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي. الإعلامي مدحت شلبي كشف كواليس رحيل الشناوي حارس مرمى الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء، وده بعد نهاية الموسم الجاري، كمان بعد تداول تقارير صحفية بتأكد إن الشناوي تلقى عرض من نادي الوحدة السعودي، وإن الشناوي بيرغب في الخروج لمدة موسم أو اتنين خارج أسوار النادي الأهلي لتحقيق حلم الاحتراف والعودة من جديد للمارد الأحمر. أشارت التقارير أن نادي الوحدة السعودي تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات الشناوي الفترة المقبلة، علشان يكشف الإعلامي مدحت شلبي كواليس رحيل الحارس من النادي الأهلي. مدحت شلبي قال في تصريحات تلفزيونية إن الشناوي بعد مباراة بيراميدز كان بحاجة للدعم وما لقاش دعم وطلباته كبيرة. محمد الشناوي ليه طلبات كبيرة بخصوص تجديد عقده، وبالتالي هو قرر الرحيل للدوري السعودي بنهاية الموسم الجاري. الشناوي تلقى عروض مالية مغرية، عنده عرض من نادي الوحدة السعودي، بس مش هو الوحيد لو الأهلي فتح باب الرحيل. هناك جلسة مرتقبة بين الشناوي والخطيب، وهتكون بعد مباراة مودرن سبورت لمناقشة عروض رحيله للنادي، وهيجدد له وبعدين يوافق على مغادرته معار. كمان قال مدحت شلبي إن الشناوي حارس مرمى كبير وحرس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لسنوات طويلة، لازم يبقى عنده رابطة جأش. الخطأ في مباراة مش مشكلة على الإطلاق، وتألق مصطفى شوبير أصبح في مخيلة الشناوي، وده غلط يا شناوي لأن أنت حارس كبير جدا. لما لاعب كبير حاجز مكانه في مركزه ويظهر لاعب صغير ويتألق، فاللاعب الكبير دماغه بتبدأ تفكر، ولما دماغه بتفكر بيبقى مش عايز يغلط خالص وبيؤدي أفضل ما يكون، واللي بيفكر كتير بيغلط. لكن أنت يا شناوي اعمل أدائك الطبيعي. وكان اتعرض الشناوي حارس الأهلي لبعض من الانتقادات، وده كان سبب في تراجع مستواه. الحارس تراجع مستواه الفترة الأخيرة وسكنت شباكه العديد من الأهداف، وده سبب حالة من الغضب عند عشاق القلعة الحمراء اللي طلب منهم البعض رحيل الحارس، وإن مصطفى شوبير هو البديل الأنسب في الوقت الحالي بسبب مستواه الفني المتميز، وبيستعد النادي لمواجهة مودرن سبورت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وبيدخل الأهلي مباراته أمام مودرن سبورت عنده معنويات عالية، وتذاع مباراة الأهلي ومودرن على قناة أون تايم سبورت، وده بعد الفوز على بيراميدز في المواجهة الأخيرة بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي أقيم الجمعة اللي فاتت. وبيحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وبيملك 60 نقطة بعد ما فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين. وكان سبق وحقق الفوز الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 أهداف لهدفين في المباراة اللي جمعت بينهم في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 14.